مستمعينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من ارضيه عاصمه الميادين ميدان الوثبي. ينطلق شوطنا الخامس عشر للابكار اللقايا المهجنات الاصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره لنتعرف على العشر الاوائل المنطلقه من تزين ارضيه هذا الميدان. نجد من تاتي مع مقدمه الشوط على الصداره وعلى المركز الاول. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول من تاتي على الصدارة بهذا التقدم الممتاز، أرى له الشبابية أحمد بن محمد بن دغاش العامري من يقدم لنا الشبابية مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز الغزيل محمد بن مسلب بن حمرور العامري من يقدم لنا الغزيل. نشوف اللي في المركز الثالث، ثالث المراكز في هذه اللحظات تتقدم مباشرة المايدية سعيد بن سالم بن دربش العامري من يقدم لنا المايدية مع المركز الثالث. رابع المراكز مشاهدينا الكرام ريتال عبد الله بن علي بن راشد بن معيصم الكتبي من يقدم ريتال مع المركز الرابع. خامس المراكز نشوف اللي في المركز الخامس التماس عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي من يقدم لنا التماس مع المركز الخامس. سادس المراكز القادمة جولة تعود الملكية لمحمد بن عبيد بن علي بن شميل الخاطري من يقدم هذا الاسم مع المركز السادس. وفي سابع المراكز القادمة الواصلة الصمود راشد بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري يقدم الصمود مع المركز السابع في هذه اللحظات. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن تنطلق مباشرة في هذه اللحظات تصريح تعود الملكية عبيد بن سهيل بن خيرات العامري. أما المركز التاسع من تاتينا مباشرة بانطلاق ممتاز، هناك أرى اللي هي نهب عبيد بن سالم بن راشد بن حبالة الكتبي. وفي عاشر المراكز وختام النداء الأول هناك من تنطلق اللي هي فتنة محمد بن سالم بن محمد الدرعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للعشر الأوائل المنطلقة. نعود والعودة أحمد إلى مقدمة الشوط، لنعود مع الصدارة، لنعود مع المقدمة والبداية هلولة يا سلام في مقدمة الشوط مع المركز الأول بهذا التقدم الممتاز من تسيطر مع البداية ومع مقدمة الشوط. والمركز الأول الشبابية هي في مقدمة الشوط تعود الملكية أحمد بن محمد بن دغاش العامري من يقدم هذا الاسم للشبابية. المركز الثاني أرى اللي هي المايدية، تنطلق المايدية تعود الملكية سعيد بن سالم بن دربش العامري من يقدم لنا المايدية مع المركز الثاني. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز التماس عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي يقدم التماس في شوط المحليات قادمة من مصانع الجنوب، هي تحتل المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع مشاهدينا الكرام هناك تنطلق مباشرة وتاتي الغزيل محمد بن مسلب بن حمرور العامري من يقدم الغزيل راعة الثيل، هي مع المركز الرابع. خامس المراكز ريتال عبد الله بن علي بن راشد بن معيصم الكتبي مع المركز الخامس. سادس المراكز فتنة تعود الملكية محمد بن سالم بن محمد الدرعي من يقدم هذا الاسم لفتنة، تاتي مع المركز السادس. وفي سابع المراكز الوصول والتقدم الممتاز في هذه اللحظات، يا سلام مع هذا الأداء الرائع الذي تقدم لنا مشاهدين الكرام من الجانب الآخر. من تصل في هذه اللحظات بانطلاق الممتاز هامة أحمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري، وأيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من تأتي مباشرة وتنطلق في هذه اللحظات، أرى اللي هي الشعافة شغف أحمد بن حمد بن مبارك من رغش الشامسي من يقدم لنا شغف بهذا التقدم الممتاز. تغير من مركز إلى مركز، نعود حيث البداية، لنعود إلى مقدمة الشوط اللي غيرت هناك المايدية يا سلام، هي من تغير مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من يقدم لنا المايدية سعيد بن سالم بن دربش العامري في مقدمة الشوط، تبي تغادر بناموس هذا الشوط
بالفوز والإبداع والانتصار على أرضية هذا الميدان، ميدان الوذبة، المركز الثاني الكيلو الأخير، نقول ثاني المراكز الشبابية، أحمد بن محمد بن دغاش العامري مع المركز الثالث، رابع المراكز القادمة وأول وصول. مشاهدين الكرام، هناك من فتنة أحمد بن حزمي بن قناص العامري، ما يبنى له طاري إلا في هذه اللحظات، تغير من مركز إلى مركز وتنطلق مباشرة. أيضا هناك أرى اللي هي من تاتي التماس عبد الله بن سلطان الدرعي، يوسلوب تراحيب منصور بن بخيت بن ذيبان المنصوري، ويا مرحبا بتراحيب أول إذاعة لتراحيب. ومن الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام تنطلق في هذه اللحظات أرى اللي هي هامة أحمد بن علي بن غصنة العامري، يا سلام. ولكن لنا عودة إلى المقدمة المايدية، المايدية في مقدمة الشوط، يا سلام. ما تبي تسلم المهمة، تبي الفوز، أنت هدية بن دربش في هذا الصباح، تبي تغادر بناموس هذا الشوط، المايدية هي الأقرب، المايدية هي المسيطرة والمنطلقة. مشاهدين الكرام مع البداية والصدار، هناك مع المقدمة والصدارة، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الفارع محمد بن سعيد بن محمد بالكيله العامري، يا سلام. الفارع تحمل الرقم 51 وله 61 بالفعل، 51 رقم هالفارع، الفارع محمد بن سعيد بالكيله العامري، سلام الطوي، يا سلام سلام بالكيله، سلام الفارع من تحمل رقم 51 محمد بن سعيد بالكيله العامري مع شرف الناموس تهديها للطويه هذا الفوز. المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام هام احمد بن علي بن غصنه العامري، المركز الثالث مركز الثالث مشاهدينا الكرام الشبابيه احمد محمد بن دقاش العامري، المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام هناك فتنه احمد بن حزم بن قناص العامري، خامس المراكز خامس المراكز كان من نصيبه مشاهدينا الكرام اللي هي شغف احمد بن محمد بن مبارك الشامسي مع المركز الخامس. 7 دقائق 30 ثانية ثمانا من الاجزاء، تهانينا والناموس لمالك الفارع محمد بن سعيد بالكيله العامري، وسلام الطويه، سلام. المركز الثاني 7 دقائق 32 ثانية جزئين من الثاني من حلت مع المركز الثاني. هناك مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز هام احمد بن علي بن سالم بن قصنه العامري، المركز الثالث التوقيت الزمني 7 دقائق